سمو الشيخ حمد ابراهيم مكتوم، والثاني وصل العبيد من شينان المري. اذا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء تنقل الكلمه مباشره الى الزميل اللي هو الزميل حمد بن محمد الزعبي اللي يتواصل معكم بالتعليق على مجريات الشوط القادم. غيف يمناه امتلا وبت رجال كلهم ذخر وسند والجهل في عهده من الدار انجلى وعشنا بظله في امان وفي رغد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مرحبا بحضراتكم أينما كنتم. نحن نتواصل هنا في أرضية ميدان الشحانية سواء في الأشواط، أشواطنا متواصلة، ونحن كذلك كمعلقين نتواصل بحضراتكم لكي نكون وإياكم بإذن الله تعالى على صوت وصورة لكل من يشاهد وكل من يستمع وكل من يتابع. نفتتح إذاعة هذا الشوط مشاهدينا الكرام بمن يحتل المركز الأول ويندفع بقوة ويحمل شعار مالكه إلى مقدمة هذا الشوط. هذا من ضمن أشواطنا المفتوحة وهو الشوط السادس المخصص للزمول. المسافة هي 6 كيلومترات. اللي يحتل المركز الأول حامل رقم 6 شاهين لمحسن بن حزام بن ديله المري، وهو هناك مع شاهين ويرقص وحيدا في مقدمة هذا الشوط. بنديلة يحتل المركز الأول من خلال تقدم شاهين. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني اللي يحتل المركز الثاني صوغان، تعود ملكية لسعيد بن محمد أبو عامر الخيارين. ومن يحتل المركز الثاني؟ المركز الثالث يصلنا فيه شاهين لسعيد بن عبيد بن قطيان المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع اللي يحتل المركز الرابع لمح البصر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بضمير، بينما اللي يصلنا في المركز الخامس اللي يحتل المركز الخامس يبدو لي مبعد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع أحمد بن ماجد الخيلي في عملية التضمين. مباشرة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى بنديلة هناك في المقدمة مع شاهين. يا سلام حزام محسن بن حزام بنديلة يقود المسار مع شاهين وفي مقدمة هذا الشوط وفي أشواطنا المفتوحة. يا سلام من أقوى الأشواط هذا الشوط يا جماعة، لا يستهان بأمره، من أقوى الأشواط من ضمن أشواطنا المفتوحة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني ليحتل المركز الثاني شاهين لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، هو من يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى لمح البصر. لمح البصر تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان عمدة المضمرين، هنا حاضر في المركز الثالث. ويلا يا ابو حمد روح كما لمح البصر، خليك في المقدمة. يلا يا سلام. ننتقل مباشرة للمركز الرابع اللي يحتل المركز الرابع غزيلاني، يحتل المركز الرابع لجابر بن حمد بن مسعود المري، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس اللي يحتل المركز الخامس الزير، يحتل المركز الخامس لناصر بن غانم النعيمي، هو من يحتل المركز الخامس وأول نداء له في نداءنا وفي مجريات شوطنا منذ البداية وحتى هذه اللحظة. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام شاهين يقود المسار، شاهين تعود ملكيته لمحسن بن حزام بنديله المري بينما ينخطف. يا سلام يا بنديله حرك، يا سلام. هنا التجاوز، هنا المرور مشاهدينا الكرام من قبل شاهين. سعيد بن عبيد بن قطيان
المري يحتل المركز الأول ويتسلل في هذه اللحظات شاهين ويقود مسار هذا الشوط. 3 كيلومترات على النهاية، 3 كيلومترات على الناموس. يا سلام، هنا في المركز الثاني يتراجع شاهين لمحسن بن حزام بن ديله المري، بينما هنا في المركز الثالث اللي يصلنا في المركز الثالث الزير. الزير يحتل المركز الثالث، ناصر بن غانم النعيمي هو من يمتلك الزير وتعود تضميره ويعود وتعود كذلك ملكيته، بينما ننتقل مباشرة للمركز الرابع اللي يصلنا في المركز الرابع غزيلان لجابر بن حمد بن مسعود المري، وهنا في المركز الخامس اللي ينضم إلى عالم الإذاعة أول نداء له في هذه اللحظات انخلي يحتل المركز الخامس، تعود ملكيته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. راشد بالغويث هو من يدير عملية التضمير. إذا مشاهدينا الكرام، انخلي تعود ملكيته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. راشد بالغويث هذا حسب ما هو مدون عندنا، ولكن هناك راشد بن خميس الغويث كذلك، هذا حسب علمي ومعرفتي انه يضمر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ولكن هنا في الكشف مدون راشد بالغويث. على كل حال مشاهدينا الكرام، نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى مسار هذا الشوط. يا سلام، ابن قطيان يا جماعة، ابن قطيان مركز على الناموس، ابن قطيان مركز على الناموس، تركيز تام وتركيز ممتاز. يا سلام، إذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم، نعود بكم إلى ابن قطيان. ابن قطيان مع شاهين سعيد بن عبيد بن قطيان، المري يحتل المركز الأول. يا سلام، ركز يا ابن قطيان، ركز. يا سلام، هنا عبيد بن حمد بن شينان غادم، وكذلك راشد بن خميس الغويص غادم بقوة، وكذلك أيضا النعيمي غادم، ناصر بن غانم النعيمي، وكذلك أول نداء لصغان لملحان بن حبيبة، لملحان بن راشد بن حبيبة المري، وهنا يتسلل مشاهدين الكرام اللي يتسلل هنا. نعود مباشرة المشاهدين الكرام إلى المركز الثاني اللي يحتل المركز الثاني، يصلنا الحساس، أول نداء للحساس لناصر بن سعيد بن نورة المري، 1500 متر يا بن نورة. هنا في المركز الثالث اللي يحتل المركز الثالث مشاهدين الكرام الزير، تعود ملكيته لناصر بن غانم النعيمي، والمركز الخامس هناك لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أحمد بن ماجد الخيالي في التضمير، وهنا يا سلام انخلي وصل، انخلي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويس. ولكن مشاهدين الكرام، الكيلو الأخير، الكيلو وابن قطيان، ابن قطيان قلت لكم ابن قطيان مركز على الناموس، ابن قطيان ما تسبقونه، ابن قطيان خلاص راح، ابن قطيان ما تسبقونه يا مضمرين. يا سلام يا سلام، ذهب مشاهدين الكرام سعيد بن قطيان المري بالجماهير، وذهب بالناموس، وذهب يا سلام ابن قطيان، ابن قطيان والناموس، والناموس وابن قطيان. يا سلام يا سلام مشاهدين الكرام، ايها الاخوه يا سلام. ولكن إذن مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، شاهين لسعيد بن عبيد بن قطيان البري هو من ينتزع ناموس هذا الشوط، ولكن يسلم، انخلي جاك يا ولد، انخلي يا ابن قطيان، انخلي يا ابن قطيان، انخلي وصلك يا ابن قطيان. يا سلام، حرك اللي بتحرك، حرك اللي بتحرك يا ابن قطيان، روح يا ابن قطيان سوق. يا سلام، انخلي انخلي غادم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وراشد بن خميس الغويث. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين يحمل الامال شاهين، ولكن يا سلام انخلي مشاهدينا الكرام. يا سلام، تأتي الرياح
بما لا تشتهيه السفن. ها هو انخلي يقدم العروض المميزة ويهدي الناموس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس القويس. تحياتي وتقديري للمركز الثاني يصل في شاهين سعيد بن عبيد بن قطيان المري المركز الثالث. المركز الثالث يصل فيه لمح البصر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع يصلنا في المركز الرابع مشاهدينا الكرام الحساس لناصر بن سعيد بن نوره. المركز الخامس مبعد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء الأمال كانت محملة على ظهر شاهين المملوك لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، وكان بن قطيان يحلم أن ينتزع ناموس هذا الشوط، ولكن انخلي انخلي يا سلام انخلي 9 دقائق 58 ثانية 11 جزء من الثانية. التهنئة نوصلها مشاهدينا الكرام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، كما نوصلها لراشد بن خميس الغويص على فوز انخلي وتحقيقه بالمركز الأول بجدارة وبقوة. المركز الثاني شاهين أدى العروض الذي يشكر عليها، 9 دقائق 59 ثانية 19 جزءا من الثانية. كانت الندية حاضرة في هذا الشوط. تهانينا لمالك شاهين سعيد بن عبيد بن قطيان المري المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدين الكرام يصل فيه لمح البصر 10 دقائق 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية. التهنئة نوصلها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، كما نوصلها كذلك العبيد بن حمد بن شينان المري. إذا تهانينا. ها هو المخرج يعطينا هذه اللقطات للجماهير، وكانت